عيود تعرف ابوي في الحساب؟ افا عليك افا عليك يا نسيم، انا ابوي اعرف كل شيء، اعرف الحساب، اعرف اجمع واعرف اطرح ها، واعرف اقسم واعرف اضرب. اسمع هذا ولدك يعرف الحساب؟ يعرف الحساب، انا ما اعرف الحساب تراني. ابغيك الحين تقول كم قيمتهم قدام ابوك. عندك ابوي ثلاث خناجر، بارك الله فيك، الخنجر الواحد ب 2500 ربويه. شو صغير؟ هاي 500، ها نص يعني. زين اضرب 2500 ربوية في ثلاثة كم يستوي؟ اضرب الحين هال 2500 على كل خنيار، يعني انه يعلم بس الحين هال 2500 خنيار. انت شو تسوي؟ لحظة شوي عندي شيء 12 لك. حسبي الله عليك يا ميكيموتو. كم يستوي؟ 12 لك. تبا لك تفا لك، لا حول ولا قوة الا بالله. علمك ما تستحل ويك 12 لك كيف؟ ترى قال لها واحد قبل اللي لك لك واللي مالك مالك. من اللي قالها؟ واحد الله يرحمه ويغفر له راح اظني. الله يرحم. اسمع ابوي ابوي لا تغربلوني زيادة، ترى انا بروحي متضيج لاني ببيع هالخناجر هاي. الله يخليكم لا تأذوني، خلصوني. كان تبقى الصدق يا شاهين، أنا أبوي ما أعرف قيمة الخناير، تسمع مني؟ أنا أعرف أبوي في النخل، أعرف أبوي في البوش، نعم، أبوي شو الخناير كعليه لو ودي نبيعهم في السوق وعطني الفلوس لقدي. يعني أنا بقص عليك أنا؟ تشوف مسلم الكذاب يعني سحدالك؟ لا والله حاشا، ما أنت مسلم الكذاب، يا قيل أنا باك تصير تبيع وتجيب لي فلوس النقدي. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا هي مذلة، أخوي علي. دخيلك افهمني افهمني، انا اروم ابيع الخناير هاي في السوق، لكن انا جيت عندك انت ربيعي واخوي ببايعك. ليش؟ لاني انا طال عمرك الا الله يفرجها علي بي بعطيك بيزاتك وبرجع الخناير حقي، هذيل غاليات عندي. فهمتني ولا ما فهمتني؟ فهمت يا شاهين، بس انت لا تدخلني في سالفه ام الهذيل، طويله عريضه وبلاك تغير حسك، صرت فقير الحين ابوي. انا ما بالخناير هاي، بفلوسي نقدي. استغفر الله العظيم، انت يا علي ريال طيب فلك النحيس نحيس. سمعتك تراني ها، نسينا الحين؟ نسيت ان ابوي راخ صلبوخ عشانك؟ نعم عيود، قم يا ولدي صبقها وعلى عمك شاي ان شاء الله. اقول عمي نعم. انا عندي واحد بيشتري هالخناير ضربها. عندك واحد؟ هي من هو؟ لا تسأل، عقب أقول لك تعطني إياهم بتعرف عقب، بس ها أنا ببيعهم، بس لا تنسى دلالتي. لك 5 ربيات من عندي. 20 ربية وقلتم 20 ربية شحقة؟ 20 ربية أنت منو عشان أعطيك 20 ربية؟ شو 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 صار بالدنيا؟ شو صار بالدنيا؟ منو هذا الرجال اللي بيشتريه؟ لا لا ما بقول لكم منو اسمه، كذي بضيعون عليه دلالتي. أنا 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 موافق، فلكن سر هات وتعال. لا أنت هاتنا الخناير وأنا بوديهم له، إن وافق وقال بيشتري بقول لك منهم. أصب لك فيها زيدك؟ ها زيدك أبوي؟ لا بديتك بس أنا كنت متقهوي. السلام عليكم. عليكم السلام. يا سلام، شراكم في الموز ها؟ هذا توا جاي السوق. العشرين ربية مال الطواش جابت الموز. السلام عليكم. ما شاء الله الزطون موز ها؟ الله أكبر على عينك، من ناكتف الموز شو عين صفرد؟ استحل ويك حشم. أنا حشم عمري ولا أنتوا حشموا عماركم؟ بيتكم لايث ومفسخ مكشوف حق الساير والياي. ستروا عماركم، الستر زين بويصل بوخ، إن الله يحب الستارين. قال حشم عمرك قال سير لا زول الله لا عادك أبوي. إحنا لازم نسد البيت، ما يصير بيتنا جديد سير طماشي حق السير والياي. نعم نعم أبوي. أنا خاطري خصص في الطواش، جتني فكرة وأبغى أسويها. قول. أنا أبغي أسوي فيه شيء. قاهرني قاهرني قاهرني، أبغى أخصص فيه. أفا عليك أبوي، شو رأيك ناخذ 4 حبات من الموز ونوديه لبيت الطواش ونقول له إن هذا الموز من بيزات أبوه.
حق البنات. حق البنات. والله راي زين. راي زين. شل وده. أسمن وقدم إليهم. ما شاء الله متكودين وتأكلوا موز بعد. حسبون عمالكم في غابة يا سيف من باسة. شو هذا؟ أبو حزين الفقير على صبع موز. أبويا أطلع. لا لا شو تطلعين أنتي؟ ما شوفي البيت مكشوف؟ داخل داخل أكل داخل. زين شو هذا؟ أبوي أكل موز. لما تبنت مع هالحالة؟ أوف أبوي ترى البنت معاها حق. يعني لين متى بتمهي داخل؟ لازم نشوف لنا بيت غير هالبيت. أنا ما عندي خلاف. إذا اعتبونا نصير نسكن في البيت اللي طلعنا من البيزات بنصير. يلا. الشيمة إلا هذاك البيت. الريحة اللي فيه تسد الخشم. آه لا يوم لا ردت تسد الخشم لا ما نفع. زعي خلاص أنا برمس الضوء يدور لنا بيت شوي بعيد عن هذا المأذي هذا طواش. شو رايكم ما بحسن؟ أحسن أبوي أحسن. كلوموز يا الله. أنا بس أبغي أفهم شو هالعذاب اللي أنا عايشة فيه. وحدة شراتي المفروض يوم تبطل الباب يظهر لها شيء الزين، بس أنا كل ما بطل الباب يظهر لي الشين، ما تظهر لي إلا الويوه اللي تجيب المرض. نعم بس تمن لها ذربان. ما تبين موز؟ موز شو؟ شو ما تعرفين الموز؟ هذا الموز أنا زرعته وسقيته أمال بالغصن في بيتي، تغديته وتعشيته وزاد في الصحن موزي. فكنا فكنا زين، لا تجلس تكثر في الرمس أنت. هاته هاتي. إيه ما بتقصي علي دي. أنا هذي جايبنه حقك أنت وخواتك، أخاف لين نص الدرب. أنت ما أكلتن ما يبدهم شيء. يلا منك 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 زقريهم. أوهو هذي صارت مذلة ترى. موزة دانة دانة قوليها شوي شوي لأن قلبي شوي إيش بس انطم بس انطم أنت. دانة موزة تعالي بسرعة. أقول أزقر صحة ولا ما له داعي؟ أهم واحد الصحة عند الباب زقريها. صحة يا صحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ويه المخبز. اين ابو بيتنا وبابنا ما يجمع الا هالويوه اذيتك انت. يقول ياي موز. موز انت الهديه. الناس يوم تجيب هديه حق العرب يجيبون في صحن بيابنا يدلى في ايديك. خسك الله خس الله الموز اللي يابنا. انت وايد تحنين تراك وايد تحرطلين. ما عليه يا ودي. ها هذا الموز انا ما ادري تبتاكلين الصحن ولا بتاكلين الموز. اعطيني انا يعني. خلينا خلينا اعطيني صحه بطني صاوي. اعطيني شو هذا؟ صبر ما شايفين شيء. است 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 ابوي ترى هذا الموز اللي جايلكم من عند حضره القاضي حكم النبع الشرير ربي من عند الطواش اللي حرق البيت وسولت لنفسه. عدنا احنا قلنا بعد فحل بيزات نجيب لكم هذا الموز. نعم انت جاي تذلنا بالجوكم ابوي. آه. يود موزك شله روح. اظهر اظهر عنك الشهر ما تستحي ولا تخيل. انت انت جدي تعاملون الناس بدال ما تشكرونا بالسلامة يا سي تعايروننا. الموز نحن خليناه حقكم يوالمكم اكثر لان كل حد يجيب شيء يناسب شكله وحجمه. بس نحن متعودين بس ناكلها بس. سكر ما في وجهه سكر. يلا زول 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 منك. يلا خذ. هذا وانا يا يقهرهم يسخرون الضافي ويجي. شكال بعد ما تبون خنير؟ بارك الله فيك عبد الغفار. خنير هذا خنير زينة الرجال. زين بتخبرك على كم هذيلة؟ تبى صدق 8000 بس. بس 8000 بس حسبتني اكثر انا. لا لا زين اصبر علي بسير الوادي بعرف لك اياهن وبيفن حقك. أبوي هذه 8000 8000 وين أضولهن لك؟
يلا عاد يا عبد الغفار، الا خنير واحد هو، خذ الخنير واحد، شو ما يستوي بك ما بينقص لك عرج. طالع ان بغيت اليماني موجود، وان بغيت الشامي موجود، وان بغيت بفصوص موجود، وان بغيت الذهبي موجود، كل شيء موجود بارك الله فيك، كل شيء موجود. وبعدين يوم بتلبس هالخنير هذا خلايق الله بيقولوا يا الله منو هالسقرت هذا هيبي يا سمشي. عيود انا اقول لو تصير تبيعهم على ناس تجار ابرك لك، شو تبغى امثالنا نحن؟ نحن يلا يلا ندور الشرخي. صدقها يلا 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 طلعون شرخي وكودين هالبيزات كلها عجبوتكم عجبوتكم الطرق. يعني تبغون تقولون ان انتم زطه؟ هي نعم هي زطوط. عايب انك برايكم؟ لا سمينا ابتلينا في هالفريق. امسك ابوي ما عندي بيزات سامحني. ايش قايل ما عندك بيزات بارك الله فيك؟ ما عندك بيزات؟ انت كل يوم تصلي باللوادم في المسجد؟ اصلي باللوادم اي نعم، بس ما اسرقهم. بعدين تعال انا من وين عندي 9000؟ هي صدق من وين لك 9000؟ انا بقول لك كيف. الحين الصلوات خمس فروض، شو رايك تاخذ من كل واحد يظهر من المسجد بتجمع 9000؟ عيود خبل انت، انا اصلي بكم لاني حافظ قران، هو بطلاب عاهد رب انك بصاحي. شو يحصل الحين؟ خنير ب9000؟ تيه يا بيت مقارون ولا بيت مخلفان؟ زهدي هدي شوي زهدي، ما علي برخص لكم شوي. ها شو رايكم ب7600؟ زين حش علي، ما عندنا بيزات، لو عندي بيزات ما تفتح لنا شي. اقول عمي بخلفان، أنا من يوم أنا ياهل عمري ما شفتك كاشخ حاسر باسر، ما نعرف لك صاير ولا راد. شو رايك تاخذ لك خنير وتزين فيها كرشتك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أبوي عيود يوم اللي عاد أبا أزين كرشتي ما بزينها بكل هالبيزات بارك الله فيك. أي هذا الغوازي ما لاقضيني مشاعر أنا هنك الدبهن، وبعدين كرشتي أنا مو بكرشة قرقوش عشان أزينها بخنيرة قيمة هالقيمة هاي. قرقوش منو؟ قرقوش هي قرقوش. تعال الله يهديك بخلفان، قرقوش ما يلبس خنير يلبس عمامه، خذ لك خنير وكشخ. لا اله الا الله. ابوي عيود عندك سخان؟ هاته. عندك حطب سمر؟ هاته. عندك بزار هندي؟ هاته. الخنير ابوي هاي حق رعاته. زي ما يستوي خنير سمر؟ أحسنت. أنا أقول دق الحديد هو حامي. إيه كيف؟ الطواش محتاج بيزات، أنا أقول أخذ البيت هو بيبيع ويبوي نقدي الريال. أنت تصدق أنه هذا البيت اللي عدالي من متى أركض وراء الطواش عشان يبيعه حقه بطايع؟ شفت حال. إنزين أنت حسب خبرتك في الأراضي، أنا راعي ذهب مالي حاية في الأراضي. ذهب وسحن. إيه نعم. إيه أنت ذهب وسحن مع الأراضي يعني مالي. قول بالله عليك يعني كم بيبيعوا علي؟ والله يعني بالفاح يعني ما ألف ربية. والله زين. إيه فوقه يا صخالتي يا اليمة، أشوف اليوم فيك الحمة يا صخرتي يا اليمة، أنتي حلوة الصورة وليد بعد مكسورة، واللي نطحت هذا التيس بقرونه المعذورة. يعني هبلاك أحبك أنا هيت يا صخرتي. أشوفك رديت بالخناير، شي ما بعتهن. أبي يا ممنوع ابيعهم عمنو. عفوا يلا شو هالفريج هالتعبان هذا، ما حد عنده بيزات، ما حد يبغى يشتري، ما خليتهم كم ما سرد له. صدقني هذا الطواش مدحوب، وانا اقول صقر على منو طالع، حد يشتري بيت 7000؟ خليه عتيجه، ترى نحن المستفيدين. اقول لك لا خليت ريال، لا خليت حرمه، ما خليتهم كم ما سرد له. شو هالفريج الاخلاه؟ صرت عند التجار؟ التجار وخيبتين التجار. عافاني الله شو هالتجار اللي عندنا في الفريج بخلا ما حد يبغى يشتري. اقول سير رد هنا ابرك لك فك عمرك عاد. السلام عليكم. وعليك السلام. ها شو مستوي بعد؟ ترى انا ابوي نحن ما نحب الاخبار اللي تغث. ابوي يسلم عليك ويقول لك وين لدعون، نبغي نوفي الحوش، بيتنا صار كشف حق ساير ولي. يا عمي ابوك الله يسلمك انت ابوي، انتو شو تبون بندعون؟ هذا ياخذها الطواش وانتو بعد كم يوم بتغرون من البيت.
يا الله يا عمي عطونا شويه فتشه. علي لا تغف الناس، نص الرجال عطون فتشه. والله يا عتيجي يستاهلون، تسمعين وانا ما عندي مانع. زين يسلم عليك ابوي بعد سلام ثاني. يوه ابوي كم سلام وكم سلام، كم مره انطر السلام هو. هذه المره عاد يقول ابوي مو بنا، يقول انك لاطم العربون مسوي عمرك نسيان. ها؟ شرب ساعه شو لاطم العربون لاطم العربون؟ يعني الحين انتو تبون العربونه؟ اي نعم، عمي تعرف ان احنا على قد الحال. يوم انتو على قد الحال، عيل كيف بتشترون البيت؟ خالك؟ ها خالك شو ها في ديك؟ شو ها في ديك؟ ها؟ ايش رايك؟ تراهم من البيع تشتري خالك؟ لا شوف هذا ولا هذا؟ لا لا ها حسن تبارك ايش قال؟ ايه دخل علي الله اكبر عيبتك يلا يلا يا شين السرج على البقر كانها بارد بقر؟ لا لا هي تطريح حلب البقر تطريح الحقر بقر ما عليك من انت الحين قول لي فتشتري ولا لا؟ كم مشيومة؟ والله عدت بصد خالك يعني قول الثلاثة هاي لب 7600 عشان خاطر خالك لا دعا خالك تبون تقصون علي ها؟ لا لا, لا 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 الله يهديك الله يهديك منو يقص عليك الحين يا أبوي هاي خناير شاهين الطواش يبغي يبيعهن عشان يكود بيزات البيت اللي ياسين فيه أو هو خالك لا عيال قلت أن الطواش يبغي يبيع الخناير ماله اي نعم الريال متورط يا أبوي بيدبر بيزات البيت هذه الخناير ثمينة ثمنهن فيهن وايد ناس بغوا يشترونن هو ما طاع يقول لك أنا خبروني هذه المخلفات عليه من يد 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 صحيح يا عسى إن شاء الله ما يبيعهن قولوا آمين آمين يا عسى إن شاء الله يطيحوا في كبد يضحكوا على الناس آمين يا عسى إن شاء الله يبيعن على واحد حول يوم يفحص الخناير داخل الخنير كذي ودش في عينه ويسجلون الطواش كلها آمين آمين أنتوا إيه بلاكم كذي والله حسستونكم صلبوخ بابا ولا 40 حرامي حرام عليكم أوف شو رأيكم نشتري الخناير الثلاث ها؟ يوم بنلبسن نحن الثلاثة وانت ماشى يا الله يا الله اسمي بيموت قهر اسمي بيتحسر بيموت حسرة وليش نشتريهن لا 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 ابوي ما اشتري الخناير خلي يطيح في كبد ويحترق ويموت ابوي انا عن هذا البيت انا ما بطلع انتوا كيفكم لا 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 نحن بنشتريهن عن ب3000 ربية صح وبيتم يحوس ويدور عشان يكمل جيمة البيت لين يبيع هالبيت بيت الطين ما شاء الله عليك يا أبوي أسميك مكار ها على هواك أنت سرور أبوي نعم أبوي سرقوا الحق عيون في ريال بيشتري الخناير ب3000 ربية بس لا تخبره من اللي بيشتريهن أبشر 3000 3000 خالك الله يهديك مو بشوية لا خالي أبوي الدنيا واقفة والبيزات شحيحة والواحد يلا يلا يحصل اللقمة ياكلها بيوافق أيوة بوي المحتاج دليل عذرك افتح حلجك كل يا وت افتح حلجك شحنا تأكلني لوم يابس ينوع الكبد خل تنوع كبدك وتنسد عشان ما تأكل عقدة كل 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 عبيد هات البرميت يا عبيد هات الرويد عبود هات الطرثوث عبيدان والله فنان عبيدان راح الدكة عبيدان هات السامان موي أبوي تاي قصيدة ولا تطلب شو عبيدان راح الدكة عبيدان هات السامان وش حقا ما تسلم على الريايل وبتارسين عينك بسلم عليك وانت بذمتك فلوس هات خرجيتي قبل وعقب بسلم عليك أخوي شاهين ما بهذا مراد اللي كان يملك إيراد قبل ما بهذا مراد اللي دائما تقول له سباله بس سكت اخوك ولا بصم على وجهه ازيد اخبال بعد لا ترفع يديك بصم اشوفك قمت تصم اخوي شو السالفه مو بهذا اللي قبل يوم تشوفه تقول اكو عمي صقر وصل
شيخ الريايل اجبل اخو الطواش ما شاء الله عليه، الحين بتمد يدك وبتصمه. هذاك اول، الحين دارت بك الدنيا ابوي، والاول تحول. مراد تراني سمعتك، هذا سامانك شله وتوكل على الله. زين هدلا اعوذ بالله، شو الخبر هذا يا ولد ابوي؟ واحد اثنين ثلاثة، تفضل. هذا ابوي بيزاتك، وحرام ما ترد باجي، الباجي عشانك. الخير وايد الحمد لله. قوم لا تعال بعيرو. اخي القهر، اخي القهر، اخ شلوني شلوني من هنا يا ابوي، شلوني ولا بموت غصه بخيركم، شلوني يا اخوي. يا اخوي يا شاهين، لو انا منك بظهر من هالفريج بصير فريج ثاني، شو الكالف عليك يا ريال؟ لبشاره لبشاره يا جماعه الخير، لبشاره لبشاره. ها 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 ها، حصلت مشتري. خوز التعني الحين خوز. انتوا هذا ايش حق الدزوره تدفرونه فقير؟ ايش جايكم عليه؟ خليك من اخوك انت الحين. هذا اسمعني، قول لي حصلت حد؟ بشرني بشرني ببشرك ازاي حيخليني. قول قول قول. اسمعني عمي. تفضل ابوي. الناس ناشفه والسوق واقف والناس تدور لك متعيشه. طمطم انت ما تعرف ترمس المسيات الريايل يقولون السوق ناشف والناس واقفه. انت بس اكل اخوك ولا اصمع ويا الحين. انت شو جايكم؟ كل حد يبغى يصم هذا الفقير، شو جايكم اليوم على الصم؟ ايش تبوبه؟ قول لي شو سويت، حصلت مشتري ولا لا؟ على امرك ما سويت لكم. اخر سعر حصلت للخناير 3000 روبيه. شو يا ابوي شويه عقب زور ومحنه تعبت. لا 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 ما بيع، لا 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 ما بيع. انت تشوف شوف الخناير مال يد يد يدي، فضه فضه ما تشوف انت. راك الله يهديك ذبحتنا انت مال يد يد. زين يمكن يد يدك شارنا بخمس ربيات، حق شو الطماع؟ لا ابوي انا ريال، لا 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 مو بشراي ولا بياع ولا شيء، رجعوا خنايري حقي. شنو بعد ما بشتري ولا ببيع عمي؟ ترى الناس تطالب بيزات وابوي اولهم يطالب بيزات. ان ما اعطيتهم ترى كلمتك بتنزل قدام الريايين وبتاكل وي كثر ما هو ماكول. اخي القهر، اخي القهر. الحين هذه جيبتي عندكم، هذا قدري الحين، هذا انا الحين قدامكم. بيعني في السوق؟ شوف انا في السوق كم بسوى وبيعني. انا لو احط عليك بيزات ما حد ياخذك، بيعني في السوق. يا شاهين ان ما طاعك الزمان طيعة عيود صادق، اليوم ما حد يشتري وزينها جابت لك هالجيمة. زين منو هذا الشراي؟ عبر صلبة. ها؟ عبر سبيل، عبر سبيل. إن ما بعت له ترى يمكن هج ويدور بقعة ثانية. أخي القهر بتصيح أخوي؟ شوف ما شاء الله. هبريح ما عليك لهواك انت يود. يود هاي 3000 ربي. تفضل. هالخناير جزاك الله خير يا عمي صلبوخ. اقول عمي ما تعطيني 20 ربي زود؟ ما المراكض مالي سايره تعبت. انت ما يتري تركض يعني مشي. اي صح. وبعدين العشرين ربيه شو ياخذها من الطواش؟ تاخذها من ابوي ليش؟ أصلاً ويحمد ربه نحن بنشتريهم. يلا سر له الحين، قول له هاي 3000 ربية بس تحمل، تقول لنا اللي مشترينا نصلبوخ. ها بس عطني 5 ربيات وبتحمل وما بقول لنا صلبوخ شراهم. ايه بيزات كاملة والكاملة الله عدو ياي. هاي ربطة واحدة، وهاي ربطتين، اثنين، وهاي ثلاث، ثلاثة، أربع، أها، خمس، خمس، ست ربطات سحبت، أه، ويا دلالتي. شو ها؟ دلالة؟ منو قال لك دلالة؟ أنا قلت. هاي بيزاتي أنا أبوي. أدري. تعطيني إياهن. هاي بيزاتي. أنا أتأكد من المبلغ، عقب أنا بعطيك دلالتك. آه. اللي تشوفها، اللي تشوفها. هاي الربطة هي 500؟ إيه. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، وهاي ستة. صبر. هي هي. اي ابوي دلالتك جزاك الله خير. احي حلال طول بعمرك. الاول سرقه. لا هي ما كنت ادري. السموحة السموحة. اقول لعمي بتسوي لي ضرب ولا عادي انا من اهل البيت؟ بيت ابوك؟ لا ما قلت شيء. لا لا بيت ابوك. لا والله حشاك. سوي ضرب ان شاء الله. نحنح وتكح وتعوي بعد. هذا كله وانا ظاهر. وانت ظاهر. جزاك الله خير. جزاك. اسمع من باب الحجره الين باب الحوي. بلا شك مره واحده بلا شك. لا بلا شك لا. ف
فلكن انت عرفك يلا بثيل اسلي حشك يلا كلام مالا. شوي علي بي. شوي علي بي. قام يعاوي كم نديره؟ ها انت ليش هاي هالصوب؟ يلا 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 الباب من هناك. اوه الباب هناك؟ والله توني ادري السموحه من زود البيزات شوي راسي دار. عفان الله شو هالمنكر بعد؟ هذا على شو حبيتي؟ حركات تلوع بالشب اسمي ذوقك خايس عيود والصار خبله هاي مو صاحي بسم الله سامحيني طار البيزات ويتيمعهم لك ومن وين لك هالبيزات؟ انا والبيزات تحت امرك اقول شل بيزاتك وذلف انا اصب لك عينك الحين طيب صحه لا 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 سحن. لا 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 سنك اللي ولا سحن دوتها مقدم مهرج كلها لا 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 قدس حق قالت يا سحة خلاص جاب بنتي جاب دوا خارون كم تفاش شوف ما تفاش ايش عني ترى انا احنا وايد دورتنا من بيت لبيت من فريج لفريج وصلنا يا ريال طاحت ريلا واحنا نفوت هذا البيت هذا بيت وحدة عيوز هيه تبغي تنصفه نصفين تبيع نص رخيص ويران طيبين زين العيوز بتتحمل تتحمل شو بتتحمل يعني حشرتنا ودقنا وطبولنا وزمورنا وما بتسوي لنا حشرة أبويا أنا ترى عرف صاحبة البيت منو صاحبة البيت خالة صالحة تعرفونها؟ صلبوخ؟ شو عندكم جايين هني؟ صلبوخ يدور بيت بدأ البيت اللي احترق قلت أراوي بيت خالتك صلبوخ؟ مبروك الله يبارك فيك تستاهل الله يبارك فيك وافقتها شو مبروك؟ إلا أنت يا صلبوخ إذا بيتك بعيد ونسمع طبولك لا أبوي لا لا إنزين يا صالحة ترى أبوي بيعطيك بيزات راهية قلنا له يعني له زين تشاوري خالد البيت بيتها يمكن توافق بنعطيها بيزات زين انت كم قلت لهم يا ضو 900 ربية مثل ما قالت خالتي لا 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 مبروك اكو وافق لا لا نص بيت وببني فيه خيمتين لا 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 شو 900 لانك عندك طبول وزمور بنبيعه ب 2000 شوف لي بيت غير ما با وما فيه على حشرتهم شافوا عندي بيزات ويبغون يسرقوني شكلك عندك بيزات وايد ها ولا كان ذاك اليوم يوم الحريجه ما تصرخ لحقوا المندوس ما تروش بيزات انت بس علمني من وين لك البيزات تعلمني انت بس علمني وما خبر احد قلت المندوس انت قلت المندوس لحقوا عليه بيزات وايد عندي ابوي علي نعم ذوك ابوي هاي 3000 ربية عدن أبوي عدن هاي 3000 كاملات عدن قدام الريايل أنا تقول بعد ناقصات ما تطيع أنت ما بعدهن أنت رجال أمين تسمع ولا تكذب بعد وكلمتك وحدة يا خير يا الطواش هذيل ناقصات 4000 ربية علي ترى بيتك ما يسوى 1000 ربية وأنا عاطنك 3000 ربية ما بس كعد حس الاتفاق صلبوخ مبونه كان بيعطيني 7000 ربية وانت اللي خربت علي الله يهديك خلاص ابي خلاص ان شاء الله لا نخرب عليك ولا هم يحزنون ان شاء الله اعطني بس فرصة امهلني ايام مالك باقي البيزات عمي شاهين انت ما عندك شيء ينباع حتى ذهب شراوت لوادم ما عندك اي والله صدقت يا نصي حطيت كل بيزاتي في اللولو
أهملت الذهب أمر الله. زي خالي أبوي عندي لك رأي. نعم. عندك بيت العريش هذاك اللي قبل كان ساكننا صلبوخ وصدعنا ورغته منه. أي. إيش عنه ما تبيعه؟ أبيعه؟ إيه نعم. والله شعورك زين لكن هذا بيت صغير كم بيجيب لي؟ شوف أنا أبوي ريالة بساعدك إيش عنه ما تبيعه علي؟ لا ببيعه إلا يعني بتشتري أنت عني أنا؟ نعم إني بشتري. كم بتعطيني؟ شوف أنا ريال ما ببخسك وما بظلمك بعطيك فيه 1000 ربية. شدوا يا جماعة أنا ريال قبلت أبيع بيتي هذاك العريش حق أخوي عبد الغفار 1000 ربية. ها قدام وشهدوا أنا الحين بعطيه فلوسه. ما شاء الله عليك بيزاتك جاهز مرة حارب حارب أبوي ما فينا حطة في ذمتي طول. لا أعطني وش اللي أخذتنا إلى هذا أنا زايدات هذا. اسمعوا نعم علي هاي 1000 بعد زيادة وصلنا كم الحين 4000 ربية. هي عاد باقي 3000 ربية. الله يعينك عمي كيف بتدبرهن في 3000؟ شو أسوي يا ولدي يا خلفان ربك كريم بتتدبر إن شاء الله. عمي شاهين شو رأيك أشور عليك بشور؟ شور أبوي شور. البيت اللي عندك عن 4 بيوت وباكر بناتك بيعرسن والبيت عود عليك بيستوي بيع نصه. حسبي الله عليك يا ميكي موتو ومخليت نصيبي شور عليك.